إطلاق الهوية، الهوية المؤسسية والشخصية والتجارية والرقمية والبصرية، إطلاق الهوية. بتعمل بقى توقيت للإطلاق، تجهيزات الإطلاق، ويفضل حفل الإطلاق، ويفضل يكون فيه سوفت أوبننج، ويبقى فيه أوبننج رسمي أوفيشال، وفي بقى فيديو بيشرح قصة الموضوع. إذا كان الناس لا يستمعون إليك إلا بأعينهم، فهم أيضا يريدون أن يعيشوا قصة. تبدأ قصة كفاح، قصة تأسيس، قصة وصول، قصة طموح إلى آخره. وكل حالة، وأكرر ثم أكرر أهم حاجة عايز أذكرها النهاردة، إن كل شركة وكل تخصص وكل كيان له حالته. يعني ما ينفعش تقول لي والله اديني واحد هوية مؤسسية وصلحه، جاز التعبير يعني. لا، ده احنا بنقعد قعدة واتنين عشان نفهم عمق الحالة، وانت فين، هتوصل لفين، ايه السوات، عشان نبدأ نخش نقول لك ايوه هكذا يجب ان تبدو الشركة للجمهور.